بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الشيخ رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبكم آمين. قوله قول الإمام الطحاوي: والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، كما نطق كتاب ربنا جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وتفسيره: على ما أراده الله تعالى وعلمه. نحن تكلمنا في مسألة الرؤيا في الدرس الماضي، إن شاء الله تعالى تكلمنا كلاما وافيا، بقي أن نقرأ العبارة. نعم. يقول هنا الشيخ، يقول: على ما أراده الله تعالى وعلمه. يعني ما معنى الرؤيا؟ الرؤيا حق وثابتة ويجب أن نؤمن بها. ما معنى الرؤيا؟ يقول: على ما أراده الله تعالى وعلمه. نعم. وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح في ذلك، يعني في الرؤيا، نعم، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، كما قال: ترون ربكم، يعني ترون ربكم. نعم. وكل ما جاء في ذلك من الحديث يعني ليس بكيفية فقط رؤيا، يعني جاء في كل ما جاء في ذلك، يعني في رؤية الله، تمام، من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، ومعناه على ما أراد الله تعالى. بدون التأويل. تكلمنا في الأسبوع الماضي أظن، انتهينا من هذا. ومعناه على ما أراد، أراد يعني الله سبحانه وتعالى. نعم. إذن أمامنا في مسألة الرؤيا أحد طريقين: إما أن نثبت الرؤيا وننزه الله تعالى عما لا يليق به، وبعد ذلك نقول لا نذكر شيئا، فهنا كما يقول الآن معناه. أما بعض العلماء يشرحون الرؤيا، وهل يمكن رؤيا بلا كيفيات؟ يعني نرى الله تعالى لا في مكان، لأن المكان مستحيل على الله، ونرى الله لا في جهة، ونرى الله بلا مسافة، ونرى الله بلا مقابلة، ونرى الله تعالى بلا اتصال شعاع. طبعا الرؤيا ثابتة ولا شك. فبعض الناس مثل الإمام الطحاوي ذكر هذا الكلام، أننا نرى الله تعالى بلا كيفية. كلمة بلا كيفية ولا إحاطة تنفي كل هذه الأشياء الجسمية والمسافة وكل شيء. طيب ما معنى، لو سألنا الإمام الطحاوي ما معنى الرؤيا، يقول معناه على ما شاء الله وأراد. لا لا، لو سئل من الصحابة لا تعرف، لما تعرف يعني كيف نرى يا رسول الله؟ سبحان الله. اسمع يا مولانا، بل يوجد شيء أهم، بل يوجد شيء أهم من ذلك. الصحابة لماذا ما أحد سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الآيات المتشابهات مثلا؟ كانت حلت المشكلة في رأيكم؟ يعني لماذا مثلا الآن افترقت الأمة، فمنهم مجسم ومنهم مشبه ومنهم منزه؟ طيب ممكن يأتي سائل يسأل يقول يعني لو أحد الصحابة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما معنى هذه الآيات، انتهت المشكلة. يا شيخنا، الله عز وجل
مثل أنت الآن، هذا مثل ماذا يقول إنسان؟ يعني لو ما خلق الله الشيطان كنا انتهت المشكلة ونكون في أحسن حال. يا سيدي، لو أراد الله أن لا يخلق الشيطان ويخلق فقط أمثالكم من الأولياء كان فقط خلقنا في الجنة وانتهى الموضوع، لكن الله خلقنا للامتحان. والله لو أراه وأضرب ضربا شديدا. تمام. فلا يقول أحدنا مثلا طيب لماذا خلق الشيطان، كنا انتهينا من الموضوع. طالما الله عز وجل خلقك للامتحان لابد أن يخلق لك الشيطان. طيب نأتي إلى الآيات المتشابهة. أصلا الله أنزل الآيات المتشابهة من ضمن الامتحان، فلو سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم وحل معناها وانتهى الموضوع لم يظهر لا مشبهة ولا مجسمة ولا أحد. فهذه الآيات أنزلها الله تعالى امتحانا للناس، هل يشبهون هل يجسمون. لو قال قائل لماذا الله يبتليهم بهذه الأمور؟ لو يقول أنا كذا وكذا وكذا، يعني كما يوجد امتحان، كما يوجد امتحان مثلا يخلق لك ميل للنساء ويقول لك لا تنظر أو لا تزني، ينظر لك ميل للمال ويقول لك لا تسرق، لا تأخذ ربا، لا تفعل كذا. كما يوجد امتحان في الأمور في الأفعال يوجد امتحان في الاعتقادات. فانظر كيف الامتحان. كأنه يقول الأستاذ، يا أخي الأستاذ بدون تشبيه طبعا، بعد أن يعطي الدرس يسأل سؤالا حتى يفهم هل الطلاب فهموا أو ما فهموا. تمام. ما قلت لكم يوجد رجل كان يدرس النساء فبقي 3 أشهر على درس الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الحي، الله حي 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 لا يموت، حي لا يموت، حي لا يموت. تمام. في يوم من الأيام يريد أن يختبر هل هذه النساء فهمت أو ما فهمت. في يوم من الأيام دخل يبكي، فقالوا خير يا شيخنا؟ قال والله حصل أمر عظيم. خير؟ فقال لهم الله مات. فبدأت النساء تضرب بأنفسها، ما استفدنا شيء من كل هذه الدروس. فأيضا تمام شيخنا، فهم الشيخ أنه ما استفد. فانتبه مولانا الآن، انتبه الآن، الله عز وجل بيّن لك في القرآن الكريم، قال لك ليس كمثله شيء، وبين في القرآن العظيم أنه مستحيل أن يكون جسما أو عرضا أو لابد الخالق أن يخالف جميع المخلوقات. تمام. ثم امتحنكم، بين الله ليس كمثل شيء، ثم قال يد الله ليمتحنك، هل تقول قال وجه الله، قال كذا، إلى آخره. هذا الامتحان مثل هذا الامتحان. لذلك بقيت، وإلا كان يمكن أحد الصحابة يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو حصل هذا كان أصلا الله تعالى ما أنزل هذه الآيات، لأنه أنزل هذه الآيات من أجل كما قال الله تعالى أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. بعض الناس يظهرون الإسلام وعندهم عداوة للإسلام، يحتاجون أي مدخل أو مخرج من أجل أن يطعنوا في الإسلام. يعني عبد الله بن سبأ اليهودي من أعداء الإسلام،
لكن أسلم وأراد أن يطعن في الإسلام من الداخل، فكيف هو سبب فرقة المسلمين والفتن إلى يومنا هذا؟ دخل في الإسلام، طيب ماذا يقول لهم؟ الإسلام باطل يقتلونه، القرآن باطل يقتلونه، كذا. بدأ من مدخل ماذا؟ حب آل البيت، حب النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته، وبدأ يقول علي كذا علي كذا علي كذا، إلى أن وصفه أنه إله، وبدأ الناس يتعصبون، الغوغاء والجهلة يتعصبون لمن؟ لسيدنا علي، وهو كاره لذلك، وبدأت الفتن. ماذا أريد أن أقول؟ بعض الناس مثل المجسمة في قلوبهم مرض، فالله يترك لهم امتحانا حتى يظهر مرضهم. هذا معنى قوله تعالى: فأما الذين في قلوب أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. وهذا الذي قاله الله تعالى في الآيات المتشابهات: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ، هذا هو مرض، فيتبعون ما تشابه منه، يتبعون المتشابه، يقولون انظروا الله يقول له يد وله ساق وله وجه وله كذا، إذن هو جسم. فلو أنهى النبي صلى الله عليه وسلم أنهى هذا الخلاف، لا يجد هؤلاء مدخلا، لا يجد هؤلاء مدخلا. فالله كما امتحننا بالشهوات والأهواء وحب المال وإلى آخره، امتحننا أيضا بالعقائد، وأنزل هذه الآيات امتحانا لنا، هذا تكلمناه من قبل. نعم، ومعناه على ما أراد سبحانه وتعالى. انتهى كلام الطحاوي. يقول الإمام البابورتي: أراد أن يثبت أن رؤية الله تعالى بالأبصار في دار القرار، طبعا على المعنى الذي قاله الإمام الغزالي لا ينافي هذا، لأن قلنا معنى زيادة العلم قد يخلقه الله في العين، فلا يوجد تنافي. نعم، بالأبصار في دار القرار للأبرار يعني للمؤمنين حق، فيرونه يرون الله. طبعا المؤمنون يكونون في مكان، المؤمنون في مكان، المؤمنون في الجنة، فهم يرونه هم في مكان، أما الله سبحانه وتعالى ليس في مكان. نعم، فيرونه لا في مكان ولا على جهة ولا اتصال شعاع، يعني هذا الضوء الذي بين العين وبين المرئي لا يوجد، أو ثبوت مسافة بين الرائي وبينه تعالى، وهو المراد بقوله ولا كيفية. هذه الكيفيات، الكيفيات منفية، لأن الكيفيات من شؤون المخلوقات، لذلك من الغلط أن نقول نحن لا نعلم الكيفية، لا يوجد كيفية، خذوا هذا دائما. من الخطأ أن نقول والكيفية مجهولة. نعم، ومقصوده الاعتقاد بأصل الرؤية وعدم الاشتغال بالكيفية. نعم، وإنما قال بغير إحاطة، لأن الإحاطة، ما هي الإحاطة؟ الآن أنا رأيت الكأس وأحط به، يعني رأيت جوانبه، أحط به من كل الجهات، فنحن نرى الله بلا إحاطة. لماذا؟ لأن الله ليس جسما حتى يكون له أطراف. نعم، وإنما قال بغير إحاطة، لأن الإحاطة هي الإدراك بالجوانب، إدراك بالجوانب. نعم، لأن الإحاطة
محال على الله لأنه ليس بجسم حتى يكون له نهايات فيدرك بها، وعليه يحمل قوله تعالى لا تدركه الأبصار. المعتزلة استدلوا بهذه الآية أن الله لا يرى. الله ما قال لا يرى، الله قال لا يدرك، لا تدركه الأبصار. الإدراك هو الإحاطة، لأن انتبه الآن، أنت الآن أدركت هذا الشيء، أدركته رأيته، أدركته بطرفك مثلا، تمام؟ فأن تدركه أن تلحقه ببصرك، تمام؟ فأنت الآن انظر الآن، ممكن تنظر إلى السماء، رأيتها، لكن هل أحط بها؟ يعني رأيت أطرافها؟ لا. فنقول رأيتها أنت بغير إحاطة، لكن الله ليس كذلك. كما قلنا في الدرس الماضي، ليس الله جسم كبير فنحن نرى جزءا منه ولا نرى جوانبه، بل ليس بجسم أصلا، ليس بجسم أصلا حتى تدرك جوانبه، لا تحيط به. لا تحيط. نعم. مثلا إذا سألنا كيف يعني هذا جواب مختصر نستفيد منه، كيف بدل. سألت عن ماذا؟ مثلا الله هل هو جسم أو كذا، نحن كطلبة أو ما هو الجواب مختصر؟ جواب عن ماذا؟ ما فهمت. الله ليس جسما وليس عرضا وليس يشبه شيئا من كل شيء في المخلوقات. هو قال نصدق الله، نحن قال ليس. انظر الآن كم تأكيد في هذه الآية. اصبر اصبر يا حبيبي، سأقول لك. الله يقول الأصل أن نقول ليس شيء مثله، اسم ليس شيء، مثل خبر، ليس شيء مثل، هذا يكفي. كل المخلوقات شيء، تمام؟ لا شيء مثل الله، جيد؟ لا شيء يعني كل ما تراه أنت هو أجسام وأعراض وكيفيات وأشكال وصور وكذا. الله ليس هكذا، هذا هكذا يقول الله، لكن أكد هذا بشيئين، قدم الخبر وزاد الكاف للتأكيد. ما قال ليس مثله شيء، ليس شيء مثله، ليس كمثله شيء. فإذا هذا ثابت في القرآن، تمام مولانا؟ فأنت الآن سؤالك كيف نثبت للناس موجودا وهو ليس جسما، هذا هو سؤالك. كيف نثبت للناس موجودا؟ لأن بعض الناس يقول إذا الله ليس جسما وليس عرضا وليس في مكان وليس في جهة وليس داخل العالم وليس خارج العالم، إذن هو معدوم، تمام؟ هذا سؤالك؟ هذا سؤالك. نحن من أول الكتاب إلى الآن نتكلم في هذا. تريد؟ ما وجدت أنا كشخص يعني ما وجدت جواب أستطيع أجيب به أحد يسألني. إيه أصبر 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 حتى أتفهم السؤال تماما حتى أجيب، حتى أقول هل يمكن هذا في درس واحد أو لا يمكن. نعم. أريد الآن أن أفهم أنا. نعم. ماذا في الهواء؟ قل. مثلا يعني عاونه في السؤال. نعم. يعني ليس يعني للموجودات أن يرى، يعني كل موجود لا يرى، مثلا الهواء يوجد ولكن لا يرى، الروح يوجد ولكن لا يرى، الله يوجد، يعني لا يلزم أن يرى في الدنيا مثلا. هذا جواب، تمام. لكن الهواء جسم،
الهواء جسم، الروح هل هو، قلت لكم أنا من قبل خلاف يوجد، هل هو جسم وجسماني أو لا جسم ولا جسماني، أو جسم لا جسماني أو جسماني لا جسم، يوجد هذه الخلافات بينها وشرحها يطول. والأحسن يا شيخ يوسف في الروح لا أحد يتكلم، لأن الله عز وجل قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، تمام، لا أحد يعرف حقيقتها، لكن هي جسم، جسم. فكلامنا، كلامنا لو سأل الشيخ هنا أن الله عز وجل فقط لا يرى كنا أجبناه هكذا، تمام. يا مولانا تعرف ماذا نقول للناس باختصار؟ هل هذا العالم موجود أو غير موجود؟ طيب السؤال الثاني، أنت موجود أو غير موجود؟ طيب هل هذا العالم مخلوق أو غير مخلوق؟ مخلوق. هل يمكن أن يوجد شيء من العدم بدون خالق؟ اعرض على عقلك، اعرض على عقلك هذا السؤال، هل يوجد فعل بدون فاعل أو شيء يكون معدوما ثم يوجد بدون خالق؟ لا، تمام. طيب نسأل سؤال، هذا المخلوق الذي هو الإنسان والعين والقلب وكذا، انتبه، لا يقبل العقل أن يكون وجد بدون خالق. طيب من أذكى المخلوقات؟ من أذكى المخلوقات؟ هل الإنسان يستطيع أن يخلق هذا الإنسان؟ طيب ماذا بقي؟ ما هو الاحتمال؟ إذن نقول لا نقول الله، نقول إذن هذا العالم بأفلاكه وكواكبه وتنظيمه وترتيبه لا بد أن يكون له صانع. إذا وصلت مع الناس إلى هذا الحد، يعني أنت لا تستطيع كلمة واحدة أن تقول الجواب كذا بكلمة واحدة، لابد أن ترتقي هكذا، ارتقي هكذا. ملخص الذي قلناه إلى الآن، العالم موجود وكان عدما ثم وجد. طبعا من يقول لك هو قديم يحتاج إلى دليل هذا أيضا حتى نثبت له أنه حادث، لكن أنت الآن سلمت أنه حادث، سلمت، ألو، سلمت أنه حادث. العالم مخلوق، تمام. يحتاج إلى خالق، يحتاج، لأن العقل، أوليات العقل لا يقبل فعل بدون فاعل. يعني لو قلنا لأصغر عقل أن هذا وجد بدون صانع لا يقبل. فسؤالنا، الله قال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، فأولا ابدأ بنفسك، العين وكل أجزاء الجسم هل يستطيع الإنسان أن يفعلها؟ لا يستطيع، لو اجتمعت روسيا وأمريكا وأوروبا، تمام، ولو ادعى أحدهم كذبا نقول إذن من صنع هذا الترتيب، النظام الشمسي؟ يستطيع أحد أن يدعي والله روسيا ركبت الشمس وأمريكا ركبت القمر؟ يستطيعون؟ تمام. يحتاج إلى صانع هذا؟ يحتاج. وصلنا إلى هنا، تعرف كل هذا الكلام ماذا قاله الله؟ بنصف آية قال الله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ سؤال، ابدأ بهذا دائما، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ اسمع، الله بعدها قال أم خلقوا السماوات والأرض، يعني لو إنسان سفيه وجاهل وقال نعم نحن، أنا خلقت ابني، طالما أنا وزوجتي يعني حصل جماع أنا خلقت، أنا نعم، فالله يأتي بالسؤال
أم خلقوا السماوات والأرض؟ يعني ممكن مثلا إنسان يدعي أنه خلق نفسه أو ابنه، لكن لا يستطيع أحد أن يدعي أنه خلق الكواكب لا أحد يستطيع، كذب. طيب وصلنا إلى هنا، جيد. طيب إيه إلى هنا وصلنا. طيب من العقل ومن النقل. السؤال الثاني، نأتي إلى صفات صانع العالم. أول صفة من الصفات نقول يجب أن يكون ليس له أول. اسمع اسمع شيخنا، يجب أن يكون صانع العالم، يجب أن يكون وجوده من ذاته ليس من أحد. لماذا؟ لأن هذا العالم لو صانعه يحتاج إلى صانع، وصانعه يحتاج إلى صانع، يؤدي هذا إلى أن لا يوجد شيء. انتبه مولانا، انتبه العقل ماذا يقول. أنت سألتني سؤال، إنسان إما يسلم أو يجب أن يكون عنده من العقل ما يفهم عن الله، وليس صعب الأمر. اسمع الآن، هذا العالم، هذا الجوال، هذا العالم، استغفر الله، قلنا هذا صانع العالم. لو ما كان وجوده من ذاته إذن هو أيضا حادث مخلوق. نقول من خلقه؟ نقول هذا خلق هذا. طيب وهذا؟ قل هذا خلق، وهكذا إلى ما لا نهاية. وهذا مستحيل، لأن اللانهائي لا يوجد في الواقع، في الخارج. اللانهائي مستحيل. فإذا ثبت أن صانع العالم لابد أن يكون وجوده من ذاته أو لا يوجد العالم. تخيل لو كل واحد له إلى ما لا نهاية. طيب إذا كل واحد حادث قبله عدم، والعدم لا يوجد شيئا، إذن الآن وصلنا أن خالق العالم، اسمع يا مولانا، أن خالق العالم لا أول له. ما قلنا الله الآن سبحانه وتعالى. نحن عندما نناقش الملحد لا يهمنا أولا أن يعلم. نحن أخي نقول له نحن نعبد صانع هذا العالم وصانعنا. لذلك حتى لا يظن، لأنهم هم بعضهم يعبد موسى، بعضهم يعبد عيسى، بعضهم يعبد كذا، حتى لا يظن الله صنم من الأصنام. لذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام يا شيخ مصطفى، نعم، لما أبطل آلهتهم بعد ذلك ما قال لهم أنا أعبد، أبطل الكواكب وكذا، ثم قال، ما قال لهم هذا، قال إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، أنا ربي الذي يستحق العبادة هو صانع السماوات والأرض. فأثبتنا أن هذا العالم مخلوق، وأن صانعه ليس مخلوقا، مستحيل يكون مخلوقا. لو مخلوق نقول من خلقه، والذي خلقه نقول من خلقه، ويتسلسل الأمر، وهذا باطل عند كل العقلاء. طيب نأتي إلى صانع العالم، إذا كان قديما يجب أن يكون ليس كمثله شيء، ليس جسما. اسمع الآن، انظر الآن كيف أن إله صانع العالم مستحيل أن يكون جسما. الآن قلنا لابد أن يكون لا أول له. اسمع الآن، لو كان جسما كل جسم له حيز، وكل جسم في الحيز إما ساكن وإما متحرك. كل جسم، أعطني جسما لا ساكنا ولا متحركا وسأعطيك $10. تمام. اسمع، لو كان الإله جسما لابد أن يكون ساكنا أو متحركا، والحركة والسكون حادثان، وملازم الحادث حادث.
فلو كان الإله جسما لكان حادثا، ومستحيل الحادث أن يخلق، لأن الحادث يحتاج إلى من يخلقه، فكيف يخلق؟ هذا أسرع طريق ممكن، لكن هذا مبني على مقدمات ربما يطول. يعني ممكن إنسان يقول طيب ما كيف تعرف أن الحركة والسكون حادثان، وأن ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث؟ هذا يحتاج إلى تطويل. أما أنت قلت لي قل بشيء مختصر. ها؟ تمام تمام، فهمت إلى الآن؟ تمام، هذا الجواب كافي؟ جيد جيد، هذا أقل ما يجاب. هذا بعد ذلك إذا ناقش في قال لا يا أخي هذا العالم قديم، نثبت له أنه حادث. إذا ناقش أنه لا يوجد حركة وسكون، نثبت له ذلك. إذا جادل في أن الحركة والسكون حادث، وهكذا كل سؤال له جوابه. نعم، إذن لا تدركه الأبصار لا تحيط به. قوله كما نطق به كتاب ربنا، وهو قوله لا لا لا. الآن أحسنت. لا يا سيدي، ممكن نحن نقول هذا عموم السلب. إيه، لو قلنا عموم السلب، انتبه مولانا، لا تدركه الأبصار إن حملتها على الإحاطة فهو عموم السلب، لأن جميع الأبصار لا تحيط به. انتبه مولانا، إن حملنا لا تدركه على معنى الإحاطة فهذا عموم السلب، يعني لا أحد يدركه. أما إذا قلنا لا تدركه الأبصار، نقول هذا من سلب العموم، يعني لا تدركه، لا تراه كل الأبصار بل بعض الأبصار وهم المؤمنون. سلب العموم إذا حملناها على الرؤية. الله يرضى عليك. إيه؟ نحن إذا رأينا أو إذا نظرنا الآيات من السورة النجم، ونجد في تفسيره يعني في معظم التفاسير يعني يفسرونه بالملك بجبرائيل. نعم. ولكن ونجد في التفاسير أخرى يفسرون هذا بالله عز وجل، ما رأيكم في لا 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 لا، هو جبريل. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، يعني أكثر يمكن 99% من التفاسير يقولون الذي دنا وتدلى، وهذا على القلب، هو تدلى فدنا. أي لما؟ من أجل الروي القرآني، والنجم إذا هوى ما ضل صاحب. لا لا لا، هو يقصد لماذا حصل القلب، لماذا الله ما قال ثم دنا ثم تدلى فدنا؟ تمام تمام، أحيانا القرآن يلاحظ هذا، سبحان الله. تمام، نعم. ثم دنا فكان قاب قوسين أو أدنى، يعني أصبح جبريل قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا نفهم نحن مولانا، إذا نفهم أن النبي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأصبح قريبا من الله، هذا لا يقول به حتى الوهابية لا يقولون به، لأن هذا حلول. يعني بقي بين رسول الله وبين الله يعني شبر، هذا لا أحد يقول به. يفسرونه بالمكان بعضهم، يعني لا يفسرون. كيف يفسرون؟ هات أعطني تفسيرا آخر. لو دنا رسول الله من الله دنوا
بغير المكان ماذا يقصد به؟ مقام، يعني مقام هو دائما في هذا المقام، ليس في ليلة المعراج. النبي صلى الله عليه وسلم في المقام دائما هو في هذا المقام الدنو. المهم يعني لا يفهم من أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى هناك أن الله له بيت هناك أو في السماء أو كذا، أو أعوذ بالله هذا الكلام. تمام، هذا إكرام له. فأكثر البيضاوي النسفي هؤلاء المحققون كله يقول ثم دنا، أي دنا جبريل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأوحى تمام جبريل إلى عبده إلى عبد الله ما أوحى. هذا هو تمام. يعني خرج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى السماء إلى الصعيد، لا شك لا شك، هذا ما فيه شك، لكن ما اقترب من الله. يعني خطر السؤال، يعني خرج إلى السماء، السماء مكان المعراج كان في السماء، خرج في السماء كان في السماء، هل ليقترب من الله؟ يعني ما حللناه. طيب أنا سأقول لك، لما وعد موسى الله موسى أين وعده؟ هل كان الله هناك في الطور يعني؟ لا. وهذا مثل هذا. لا. لا علاقة له أبدا. يعني هل تظن أن رؤية الله تجوز في السماء لا تجوز في الأرض؟ لا بد من الاقتراب. لا بد من الاقتراب. نعم. حتى يرى الله؟ لا. بدليل ماذا؟ موسى أين سأل الله أن يرى الله؟ أين كان موسى؟ في الأرض. وموسى ليس جاهلا عليه الصلاة والسلام، إذن يصح أن يرى الله. ليس الله ليس له مكان، ليس الذي في السماء يراه والذي في الأرض لا يراه. تمام مولانا؟ أبدا. ربنا عز وجل لا يجوز أن يكون في مكان، والله لو كان في مكان لكان حادثا ولم يكن إلها. وعلى هذا إطباق أهل السنة إلا المجسمة والمشبهة، ليس له مكان. نعم. وتفسيره تفسيره ما أراد الله تعالى. والنظر المضاف، اسمع مولانا، لأنه يوجد نظر بمعنى الرحمة، ويوجد نظر بمعنى الفكر، ويوجد نظر بمعنى الإبصار. فالنظر كلمة عربية تستعمل في معاني، مثلا أقول يا شيخ يوسف أحيا انظر إلينا، ليس انظر إلينا يعني ارحمنا، تمام، تلطف بنا. فيستعمل هكذا، ويستعمل في نظر العقل، ويستعمل بهذا النظر. فوجوه يومئذ ناظرة، من أي نوع؟ من أي نوع؟ فيقول والنظر المضاف إلى الوجه، قال وجوه، ما قال قلوب أو عقول، اسمع، وجوه، نعم، إلى الوجه المقيد بكلمة إلى، لا يكون إلا بنظر العين. نعم، إبصار. وحمل النظر على الانتظار، الآن انظر، الآن المعتزلة يؤولون تأويلا فاسدا، يقولون وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ناظرة يعني منتظرة، يقولون إلى مفرد آلاء، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ إلى مفرد آلاء، فمعناه أن يوم القيامة المؤمنون ينتظرون، ينتظرون، هذا معنى الآية، إلى ربها ناظرة، يعني ناظرة منتظرة نعمة الله، تمام، منتظرة نعمة الله. جيد. يقول معقول نفسر يوم القيامة أن النعم تنتظر؟ في الدنيا النعم إذا تنتظر
انتبه الآن، انتبه شيخا، لو نحن الآن قلنا للشيخ يوسف أحضر لنا الطعام واجتمعنا وهو يقول يلا بعد 10 دقائق، بعد ربع ساعة، بعد نصف ساعة اللحم، يعني ها إيه والله يا أخي عذاب هذا، هذا ليس نعيما، والله عذاب هذا. لا يا حبيبي، عندما يخطر في بالك أي شيء يكون أمامك، لا يوجد انتظار. الله أكبر. يا حبيبي الانتظار، انتظار النعمة مثل انتظار العقاب. ملكة الدنيا طلبت مثل الزواج، ملكة الدنيا مثلا حتى يقولون كل يوم نحن نقول الكافرون الكفار في عندما ينتظرون الجهنم يقول ادخلونا جهنم. فالانتظار حتى للنعمة، لاحظ لا يستطيع الإنسان. مثلا لو هذا أوصل رجل هذا على جوال حديث جديد كذا، وصديقه أحضره، لكن ما لك يا أخي أحضر لي الجوال كذا غدا، لك يا أخي اليوم أحضره، طيب غدا مثل اليوم. فانتظار أي شيء. الجنة، الجنة نعيم خالص. فيقول كيف تفسرون أنتم هذه الآية بهذا الشكل؟ انظر الآن، وحمل النظر على الانتظار المنغص للنعم، مكدر يعني، منغص يعني مكدر، مكدر ما معنى مكدر؟ يعني يفسد، يفسد. انتبه الآن، أنت الآن في شيء جميل وحصل شيء مفسد لهذا الجمال، منغص مكدر، تمام، أفسد عليك فرحتك. لا أعرف منغص أكثر من هذا. نعم، المنغص للنعم في دار القرار سمج، يعني غباء، سمج. هذا خبر لقوله حمل، وحمل النظر على الانتظار سمج، تمام مولانا؟ نعم نعم. أي عقل يقول هذا؟ يوم عقل، تمام، يوم الجن، يوم في الجنة الناس ينتظرون الطعام حتى يأتي. نعم. وقوله تعالى في قصة موسى ربي أرني أنظر إليك، نعم. إذن هذا، اسمع مولانا، هذا معطوف على قوله وجوه يومئذ ناضرة، يعني نحن لنا أدلة كما نطق به الكتاب. واحد، وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة. الثاني، وقوله تعالى في قصة موسى ربي أرني أنظر إليك، هذا دليلنا الثاني من الدليل النقلي. وجه التمسك به لأنه يعني يوجد وجه دلالة. نعم. الآن نعم، موسى قال ربي أرني أنظر إليك، كيف نستدل به على جواز رؤية الله؟ هذا الوجه. الآن وجه التمسك بأن موسى عليه الصلاة والسلام سأل ربه الرؤيا، ولا نظن به، يعني بموسى، أنه سأل ما هو محال عنده. يعني هل يعلم موسى أن يوجد شيء محال هو يسأله من الله؟ يعني مثلا محال الإنسان أن يكون قديما، لا أول له الإنسان، فهل يقول لله يا رب اجعلني قديما؟ هل يسأل شيئا مستحيلا؟ النبي لا يسأل، مستحيل، جهل هذا أصلا، لأنه لا يكون، المستحيل لا يكون. نعم. الله. يقول ولا نظن به أنه سأل ما هو محال عنده، وكان سؤاله، سؤال موسى لله، دليلا على أنه اعتقد جواز الرؤيا. نعم. فمن أحال الرؤيا فقد نسب موسى إلى الجهل بالخالق، وهو كفر، خصوصا عند المعتزلة. عند المعتزلة الجهل بالله كفر عندهم. كل، انتبه مولانا،
ليس النبي كل من العامة، يجب كل إنسان أن يعلم كل المسائل بالدليل العقلي. عند المعتزلة أي عامي لا يعلم كل مسائل الإيمان بالدليل التفصيلي ليس مؤمنا. نعم. وقوله تعالى هذا الدليل الثالث: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقد فسر النبي عليه الصلاة والسلام الحسنى بالجنة والزيادة بالنظر إلى الله تعالى. وقوله تعالى أيضا دليل آخر: تحيتهم يوم يلقونه سلام. يلقونه، ما معنى يلقونه؟ اللقاء الذي هو لقاء هذا مستحيل بوجود المكان، فسر اللقاء بالرؤية، واللقاء هو الرؤية. تمام. لأن اللقاء هذا الذي نعرفه، لقيتك ولقيتني وتلاقينا، هذا مستحيل بين الله والعبد. يعني عند الرؤية يقولون سلام. نعم. تحيتهم يوم يلقون، ماذا نفسر يلقونه؟ هم يقولون تحيتهم يوم يلقون نعمه. يمكن يقولون عندما يرون التفاح والبرتقال، يا سلام. قل جميل من فسر تفسير يعني. قال لا يوجد في الجنة عبادة إلا سلام. السلام عليكم، السلام عليكم، هذا السلام من هذا القبيل. دار السلام سميت لهذا لأسباب كثيرة، منها هذا لكثرة السلام. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قيل لأنها منسوبة إلى الله، لأن من أسمائه السلام، وقيل لسلامة الإنسان عن ما ينغصه، وقيل لأن السلام شائع بين أهل الجنة. يعني ليس فقط السلام، ها؟ التكلم ليس فقط سلام، يعني السلام عليكم. أحيانا قال يعني يقول فقط سلام 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 سلام، لا كلام يعني فيها فقط سلام. هل يتكلمون بغير السلام؟ لا يتكلم فقط تحية تحية. تكلمون تكلمون. وش تقول؟ لك. أهلا وسهلا كيف حالك؟ نعم. إيه. يلقونه طبعا طبعا طبعا. شيخنا أقول لك شيء، المعتزلة عقلهم يقول لهم شيء، إذا قال لهم شيء وليس عقل، طبعا العقل مستحيل يصادم الشرع، لكن يقول هكذا عقلنا يقول. تمام. بعد ذلك كل ما يخالف ما يرونه يؤولونه تأويلات لا يقبلها لا عقل ولا نقل ولا لغة. خلص قالوا الله لا يرى. لماذا؟ لأنه لو يرى لكان جسما، ومستحيل الله أن يكون جسما، إذن لا يرى. بعد ذلك كل شيء جاء يعني لو تأويل، أي تأويل، أي آية، هو كله آيات، هذه الآيات كلها أنكروها، هذه آيات كلها أولوها. نعم. ها. والأحاديث، الأحاديث صريحة، الأحاديث صريحة وصحيحة، لا يستطيعون أن يؤولوها. تعرف ماذا فعلوا في الأحاديث؟ اسمع، المعتزلة لهم نظام خاص في اصطلاح الحديث، انتبهوا مولانا، لذلك عندهم أساليب للتهرب من الأحاديث، فلهم نظام خاص في مصطلح الحديث. فأي حديث يخالف العقل، مثل الآن عندكم في الجامعة ينكرون القرآن، يقول هذا العقل لا يقبله. معقول الخضر
الله يأمره أن يقتل ولدا بدون زام، غير معقول. معقول كذا، معقول كذا، معقول. مثل طالب يقول لي طيب الله يقول قاتلهم الله أنى يؤفكون، الله يدعو عليهم، يدعو من؟ نحن نقول، نحن نقول مثلا الكافر قاتله الله أدعو عليه. طيب الله يقول قاتلهم الله، لمن يدعو الله؟ إذا انظر يجدون أشياء يريدون أن يقول لك في الآخر هذا القرآن ليس كلام الله. قل عقلنا لا يقبل والعياذ بالله. تمام، ونحن نقول هذا، لكن أي عقل؟ طيب جيد، نحن أي تأويل فيه إبطال للنص لا نقبله؟ أي تأويل؟ يعني أهل السنة وضعوا للتأويل ضوابط وشروط لا يستطيع أحد أن يخرج منها. ثم أولا التأويل، قبل التأويل نقول نحن نعمل بالنص، لكن على وجه يليق بالله. السلف الصالح أبو حنيفة وغيره كله أثبت، ما أول، لكن أثبت كما يليق بالله، لا تثبت وتجسم. تمام، نعم نحن نؤول لكن لا نبطل النص. وبحسب، انتبه الآن، عندما نقول يد الله، انتبه الآن، انظر الآية في سياقها، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. يعني هل يعقل أن المعنى هم وضعوا يدهم فوق يد رسول الله وجاء الله وفعل هكذا؟ هل هذا يجب تأويله؟ طبعا يجب تأويل. بماذا أولنا؟ ننظر العرب ماذا يستعملون في هذا الأسلوب. أحيانا أقول أنتم جماعة يلا أنا معكم يدي معكم، لا يعني يدي معكم خذوا يدي من هنا وما يعني أنا معكم، يعني قدرتي قوتي معكم، فأولوا بهذا. أما انظر إلى تأويل المعتزلة، إلى ربها ناظرة وجوه يومئذ، إلى ربها، قالوا يعني ينتظرون الطبخ حتى ينتهي، يوجد اليوم مكرونة وشربة، ويمكن الغاز تأخر، ما جاء الغاز فتأخر الطبخ، فنرجو أن ننتظر، أو ناموا اليوم بدون عشاء، لأهل الجنة يقال هكذا. أو مثلا نسي خازن الجنة أن يدفع فاتورة الغاز فقطعوا الغاز عن الجنة، يعني ما لماذا ينتظرون؟ نعم سيدي. طيب أيضا من الآيات قوله تعالى للكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. اسمع الآن، إذا الكافر محجوب هذا عقوبة له، يلزم منه أن المؤمن غير محجوب. يا حبيبي هذا مفهوم، وليس هذا مفهوم المخالفة، ليس بمفهوم المخالفة، سياق الكلام يفهم منه هذا. انتبه مولانا، أظن هذا الكلام، لأن الحنفية لا يحبون مفهوم المخالفة، لا يستدلون به. فالإمام التفتزاني وجه هذا الكلام في شرح العقائد، أن أسلوب الكلام لا يفهم منه إلا هذا. كيف يا مولانا؟ مثلا الشيخ عبد الكريم يجلس ويسمع تماما، الشيخ يوسف أحيانا يسمع أحيانا لا يسمع، تمام؟ فأنا أقول يا شيخ عبد الكريم أنت لك هدية. ماذا يفهم منه؟ الشيخ يوسف ليس له هدية. أو بالعكس، لو قلت ليس للشيخ يوسف هدية، ما معنى؟ معنى له هدية وإلا لاستويا. فالله عز وجل بدون تشبيه طبعا، حاشا الشيخ يوسف والله، نعم على رأسنا هذا الدرس بصحيفته. فالله عز وجل عندما يقول هؤلاء الكفار ليس لهم رؤيا لله،
لو كان المؤمنون ليس لهم رؤيا لا يكون عقوبة لهم، لا يكون عقوبة. فتخصيص الكفرة بالحجاب دليل على عدم الحجاب للمؤمنين، وإلا يلزم أن يكون الأبرار في الحجاب مساوين للكفار، وأمثال ذلك في الآيات الدالة على جواز الرؤيا أكثر من أن تحصى. وأما الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو قوله إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضامون في رؤيته أو لا تضامون في رؤيته. طبعا نحن تكلمنا من قبل، ترون الله كالبدر في الوضوح، ليس الله شكله كالبدر. نعم هذا نعم في الجنة. نعم ما معنى لا تضامون في رؤية؟ لا تظلمون. وفي رواية لا تضامون يعني لا ينضم بعضكم إلى بعض. لماذا؟ لأن الانضمام يكون عند الشك. اسمع الآن، عندما لا ترى شيء هل أرى؟ لا. أقول تعال تعال انظر معي، يوجد شيء والثاني يضم إلي وهكذا. فمعنى لا تضامون يعني لا تشكون، لأن لا يحتاج، يعني كل إنسان يعلم أنه رأى الله تعالى، لا يوجد شك. لا يحتاج أن أقول لك تعال تعال هل ترى كما أرى، لا يحتاج. نعم. والمراد تشبيه الرؤيا بالرؤيا في عدم الشك والخلاف فيها، لا تشبيه المرئي بالمرئي، ليس الله شكله له شكل كالقمر أو كذا. وقول صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى يا أهل الجنة نعم تريدون شيئا أزيدكم، فيقولون ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار. قال فيكشف الحجاب طبعا عنا. والله يخطر في بال الناس حجاب، الله عليه حجاب يفتح يظهر الله، أعوذ بالله. هذا يعني أن الحجاب أكبر من الله. يا شيخ نجم الدين اتق الله، أنت مدرس الآن وماجستير وأنت أستاذنا الآن، تمام؟ فيكشف الحجاب، يظنون أن الناس كشف الحجاب عن الله، أعوذ بالله. الله عليه حجاب؟ لا أعوذ بالله. نعم. سامعين حجاب لا يوجد يعني لا ظلماني ولا. والله لو وجد ألف حديثة، ألف حديث في هذا وكله في البخاري ومسلم وتكلم عن الحجاب، هذا الحجاب علينا نحن. نعم. هذا حجاب، هذا حجاب بالنسبة إلينا. إلينا. أقرب إليه من حبل الوريد. الله قريب. إذا ذلك عهدتين قريب. الله قريب يعني يقول أنا قريب. ولكن نحن بعيد. يعني قلب إلى الله. هكذا. الله عز وجل أقرب إليك بعلمه. ليس بذاته. كثير من كتب الصوفية يوجد تمام. تمام. على الرأس والعين. نحن ننظر في العقيدة. أولا الذي يكون فعلا عليه حجاب هو جسم. لا يقصدون في كتب الصوفية هكذا. تمام. اسمع مولانا، أي حجاب مهما كان شكله. طيب النور، النور أنا أريد أن أسألكم، النور مخلوق أو غير مخلوق؟ مخلوق. مخلوق. هل هو جسم أو عرض؟ أصبر، أنا أسألكم سؤال أجيبوني حتى نصل إلى النتيجة. النور، قولوا ما شئتم أنا ما عندي مشكلة. عندك ما هو جسم؟ ها؟ طيب طيب عرض ليس جسم، ما هو؟ النور.
طيب لو قلنا هو جسم، طيب ولو قلنا هو عرض لابد أن يقوم بجسم، لأن العرض لا يقوم وحده. لاحظ مولانا، النور لا يقوم وحده، يحتاج إلى شيء يقوم به. لو قلنا عرض، لو قلنا جسم هو قائم بنفسه ما في مشكلة، ومع ذلك إن كان جسما أو قائما في جسم كيف يليق أن يكون حجابا على الله؟ حجابا لنا، ها تمام، لنا على الرأس والعين. لا لا شيخنا، يعني أظن يفسر هذا الكلام الإمام الرباني. نعم. وهذا حجاب معنوي، وهو يفسرها بالآيات القرآنية. تمام. زين للناس حب الشهوات والنساء والبنين. يعني وهؤلاء وهذه حجاب بين الله لكي تصل إلى الله. لا شك لا شك لا شك أن هذه الحجابات تعلقنا بالدنيا يحجبنا عن الله عز وجل. هذا لا شك، ما في مشكلة. إذن الله ليس عليه حجاب، هذا 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 الذي فإن فسرت فسر كما شئت، المهم الله عز وجل ليس عليه حجاب، ليس جسما، ليس في مكان، ليس أبدا أبدا. نعم، لا شك. نعم، يلا نحن لن نطيل عليكم، سنقف في موقف جيد ونقف اليوم. نعم، فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم تبارك وتعالى. هنا الشيخ استدل بالأمالي فقال فينسون النعيم إذا رأوه فيا خسران أهل الاعتزال. تمام، لماذا قالوا يا خسران أهل الاعتزال؟ لأمرين، لأن المعتزلة إما كفار على القول بأنهم كفار لا يرونه، وعلى القول بأنهم مؤمنون ويدخلون الجنة فيحرمون من الرؤيا. تعرف لماذا يحرمون؟ لأن الله يقول في الحديث أنا عند ظن عبدي بي، فهم ظنوا أنهم لا يرون الله، فالله يقول إذن ليس لكم هذا. الله يدخلهم إلى الجنة، فالجنة لا يوجد فيه الحزن، وكيف هم لا يرون الله؟ أحسنت يا شيخ، سؤالك تستحق عليه هدية. أي والله، الله يرضى عليك. موجود هذا بيننا نتكلم. أنا أسألك سؤالا، درجات الجنة أهل الجنة متساوون؟ لا. يعني أنا مثلك؟ لا. ممكن أكون أعلى من جنة. لا، أنا لا أشك في هذا. لا تشك. أنا لا أشك، صدقا لا أشك في هذا. نعم، والله أقول يلا الشيخ. طيب اسمع الآن، لو قلت أنا الله ما أعطاني كما أعطاك، هل أكون في حزن أنا؟ هل أكون في حزن؟ لا أبداً. اسمع مولانا، فكل من يدخل الجنة لا يوجد حزن، فهؤلاء يدخلهم الجنة لا يرون الله، لا يوجد حزن، لكن يحرمون من الدرجة العالية، لا يشعرون بالحزن. تعرف لماذا؟ من كرم الله أن كل إنسان في الجنة ولو آخر درجة يظن نفسه عنده ما ليس عند غيره. كل إنسان بحسب ما يرى. ما يرى، أنا أنظر أنت سيدي في طابق. لا تراني أنت شيخنا ولا أنا أراك سيدي في الجنة. لا أنت لا يا حب، لا نزور، يوجد مكان إذا أردت أن أراك نذهب إلى مكان ليس عندي وليس عندك. لا أنت ترى ما عندي ولا أنا أرى ما عندك. إن شاء الله ما يوجد إلا عندي وعندك تظن يعني أنت. هو الأعلى. إيه أيضا يوجد مكان يرى فيه النبي عليه الصلاة والسلام. فقط رؤيا أم ظن؟ الله أعلم. طب النبي صلى الله عليه وسلم يوجد جلسات مع الرسول ولا شك. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ أقربكم مني مجلسا يوم القيامة
أحسنكم أخلاقا وفي رواية أكثركم صلاة علي. فيوجد مجالس، اللهم صل على سيدنا محمد، يوجد مجالس معه وكذا، لكن لا يشترط أن تذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. هو في الفردوس الأعلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هل يشترط أن تراه هناك؟ فهذا الأمر يحتمل شيئين، حتى لا، المهم حزن لا يوجد. إما نراه ونرى بعضنا في أماكننا ومع ذلك لا أحد يشتهي إلا ما هو فيه، تمام، أو لا يرى أحدنا منزلة غيره. طبعا نقول أحدنا هذا إذا كنا من أهل الجنة، نسأل الله السلامة. أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. نحن لا نأمن، لا نقول نحن من أهل الجنة، يعني نتكلم عن أهل الجنة، نسأل الله السلامة. فينسون النعيم إذا رأوه. طبعا كل نعيم بالنسبة لرؤية الله صفر. سيدي لو أقول أنا 100% بإذن الله تعالى، لو أموت على هذه العقيدة سأكون من الجنة، بس الألم 100% لو أموت على هذه العقيدة سأموت ويدخل الله تعالى الجنة، يدخل الله. نعم، هذا عقيدة كيف؟ لا يجوز. أنا عند عبد الله. اصبر مولانا، أنت عندما تظن أظن، فهو يقول عقيدة، يعني أنا مت على الإسلام وكذا فأنا سأدخل الجنة ولا شك، تمام مولانا. هذا لا يصح. تعرف لماذا؟ لأن الجنة ليس باستحقاقنا، هذا بفضل الله. فارجع الآن، أبدا أبدا. أصلا في العقائد الطحاوية سيمر معك، اقرأ المتن، قال والأمن والإياس ينقلان عن الملة، يعني ليست معصية، كفر هذا. اسمع مولانا، والأمن والإياس ينقلان عن الملة. بين المنزلتين، بينهما. اسمع مولانا، طبعا الإنسان يجب أن يكون بين الأمن والإياس، مهما أطاع لا تأمن، لا تقول خلص أنا في الجنة، ومهما عصيت لا تقول الله لن يغفر لي، لا 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 لا. فالأمن، لأنه يوجد آيات الله عز وجل يقول أفأمنوا مكر الله. نعم، الذي يموت على الإيمان، الذي يموت على الإيمان مصيره إلى الجنة، لكن هل نأمن الإنسان الله يؤاخذه على ذنب، على ذنوب؟ والله يمكن يبقى الإنسان ملايين السنين في جهنم لو الله لا يعفو عنا. نحن أملنا بالله يا شيخ، أمل أن يدخلنا الجنة بغير حساب، حتى ليس عذاب، بغير حساب. هو في الحديث حتى لا يكون بين شدة أمنه لا يكون بينها وبينه إلا ذراع، فيسبق عليه فيعمل بعمل أهل النار فيدخل. فسيدي الأمن، فأفأمنوا مكر الله، واليأس إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فنحن نعلم إذا مت إن شاء الله أو مت على عقيدتي الصحيحة، على العقيدة الصحيحة، مآلنا إلى الجنة، مآلنا. أما نرجو رجاء أن نكون من أول الداخلين، هذا الرجاء. أما تقول 100% إذا مت على هذه العقيدة أنا إلى الجنة، لا، لأن هذا بفضل الله، بفضل الله. فالإنسان يجب أن يعيش بين، ليس بين، هذا للمعتزلة، بين الخوف والرجاء. نعم، فيا خسران أهل الاعتزال، بقي جيد هنا أن نقف، لكن يا خسران ما إعرابها؟ منصوب منصوب مفعول به بفعل مقدر تقديره احذروا، يعني هنا المنادى محذوف،
تقديره فيا قومي احذروا خسران أهل الاعتزال. نعم، فالمنادى محذوف وهو مفعول به، وليس خسران منادى، ليس هو المنادى حتى يصح المعنى. يوجد آية مشابهة لها على غير قراءتنا، ألا يسجدوا، ألا يسجدوا في سورة النمل، نحن قراءتنا ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ، فعلى قراءة غير ألا يسجدوا، تقدير الكلام ألا يا قوم اسجدوا. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم.